تحتفل وزارة الثقافة بذكرى مرور 31 عاماً على افتتاح دار الأوبرا المصرية التي قامت بإثراء العمل الفني والإبداعي. الثقافة المصرية تحتفل بمرور 31 عاماً على افتتاح دار الأوبرا المصرية، وذلك على مدار ليلتين متصلتين الخميس والجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 31 سنة من عمرنا جميعاً كفنانين، يوم سعيد جداً علينا، وخاصة التكريمات اللي هتتم، لأن الحقيقة التكريمات يعني منتقاة جداً جداً، وكلهم الحقيقة أساتذتنا وزملائنا. جاء الاحتفال لفنون الأوبرا وفقرات غنائية أوبرالية وبالي وموسيقى عربية يتخللها أفلام وثائقية تروي تاريخ الأوبرا، إلى جانب تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء العمل الفني والإبداعي. يعني الشكر للي اخترعوا التكريم، شكر اللي جمعوا الناس وقالوا احنا هنكرمهم، هم دول اللي نقول لهم متشكرين ان انتوا افتكرتوا، ومتشكرين ان انتوا اديتوا درس للشباب اللي طالع، اللي لسه ان شاء الله بكره وبعده 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 يتكرم، يعرفوا ان في حد مش هينساهم ويفتكرهم. هي ده اجمل شيء. انا سعيد جدا، وهذا التكريم يعني حافز كبير لي على العطاء اكتر واكتر، وان شاء الله هستمر في هذا العطاء لدار الأوبرا ولمصر. افتتحت دار الأوبرا المصرية في 10 أكتوبر عام 1988، وتضم 7 مسارح تعرض كافة أنواع الفنون المتنوعة الثقافية، مما أمست أحد العلامات المميزة في تاريخ مصر الثقافي.